ورحمة الله وبركاته. أنا من ليات بيك من السلا ثم ماري برا بعير نيجي تمام غابر سرا ناجيات نمران كتير غابر ما مني أنا نافع غابر يعني بايك يقول بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناجيات غرقوا والناشطات نشطوا والسابحات سبحا والسابقات سبقوا والمدبرات أمرا يوم ترجف الرجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نكرا قل تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ سب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتشقى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فأسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وانتصى ليلها وأخرج لها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شاء وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وأسر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها بما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يشاءها كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.